ناخذ اتصال جديد. الو مساء الخير. الو يسعد لي مساك. يا اهلا وسهلا. ومساء النجم الي ايوب. يا اهلا وسهلا. ليزلات اذا بتريد. لا ليزلات. الليل الضاحك. لا يا حبيبي انت مرسي خلص. هيدا اكيد. هذا اكيد. انت بتحكي مع البنات انا بحكي مع الشباب. هذا الاعلام الزميل. اهلا وسهلا. الاعلام الزميل زكريا فحام. اهلا وسهلا فيك. يا زكريا. يسعدني مساك يا حلوه. يا بر جمالك. اشتقت لك. اشتقت لك انا يا اشتقت لك كثير. هيدي هيدي بوسه. الله الله اكيد الله على بوسه. اكيد يا اخي زكريا هلا عم تقرب على التلفزيون تتلقى البوسه. بوسيتي مثل الفطور. والشباب اللي هون بالكافيه وحاطين مباشر دغري على التليفون. اوكي على الاوتو دي راحت لعند الكل. ثانك يو. وزعت البوسات وين ما كان يا ليزلات. لا لا زكريا سبيشل. انت بوستك غير شيء شرشوره. يا زكريا شو اخبارك؟ الحمد لله. سالش بدي اقول لك اول شيء مساء الخير واول شيء اسمح لي عيد كل اللي عم يسمعونا واللي بيشاهدونا. شكرا. من العربي له فطر سعيد. اكيد وان شاء الله يكونوا قدوا هذا العيد بفرح وسعاده ونسي همومهم شوي. من تمك طبعا طبعا برنامجك زرع ابتسامه كثير حلوه على وجوه كل المتصلين والمتواصلين معك والمشاهدين. شكرا. ولانه الي معك بليل خبريه هيك مخبي لك اياها خبريه كثير حلوه اكيد حتنال اعجابك واعجاب كل المشاهدين وجمهورك. سارج وبدي اقول انه الف 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 مبروك حصول برنامجك واتساب شو على المرتبه الاولى بين برامج الالعاب بشهر رمضان المبارك لعام 2013. ثانك يو ميرسي كثير. انا بدي اعيد انا كمان بدي اعيد. شكرا. بدي اقسم الكيكه لانا واكيد طبعا بدنا نشكر جمهورك اللي هو صور بهذا التصويت وانت ساج انسان ناجح خليني مميز متالق دائما ونشيط فانت بتصير كثير خير. شكرا لك يا زكريا عن جد انت عليمي اكثر من اعلامي انت زميل وخي مش بس صديق عن جد يعطيك الف عافيه. شكرا لمصداقيتك. شكرا على السيتيز كثير حلوه اللي اكيد فاجاتنا فيها على الهواء. شكرا للكنترول اكيد اللي فاجاتنا. لا لا ضيفك تهتم بالسيف اللي معك. شكرا. زكريا شكرا لك. شكرا لكل فريق عمل. زكريا ميرسي كثير. وانا بدي انا بدي اشكرك وبدي اقول لك عليكم وان شاء الله يا رب عيد هالفطر السعيد يكون خير على لبنان وعلى الام العربيه كلها وما بقى بدنا مشاكل خلص بكفينا. انا ببعثي رجال بالليباو كله راح. سياج بدي منك تربح ضيفتك شي بون عند شي صالون مشان تعمل تسريحه لشعره جديده. اكيد اكيد رح نربحها بالشكل. زكريا اكيد شكرا لك. شكرا لكل فريق عمل خبر عاجل دوت كوم. شكرا لخبر عاجل دوت كوم. شكرا لكم عن جد ميرسي على المصداقيه. شكرا. طبعا تحيه مني كمان وقصه خبر عاجل كل فريق عمل واتساب شو خاصه نادين اسمر وكل خلف الكواليس لانه طبعا بفريق عمل بينجح برنامجك ويعطيكم الف عافيه فطر سعيد. شكرا لك. هلا انا بدي بوصل لسيرج بوصه اب شعر بدني. ثانك يو ميرسي كثير.